بخطى واثقة ماضية هي دبي في ترسيخ مكانتها كأهم مركز للملاحة الترفيهية بالمنطقة وأكبر منصة للشركات العالمية والإقليمية والتي تعرض أحدث قواربها المتطورة ويخوتها الفارية أمام الجمهور تلبية للطلب المتزايد على شراء القوارب واليخوت على مستوى المنطقة. حقيقة السلطة البحرية في إمارة دبي تعمل جاهدة على أنها تدعم انتشار وازدهار هذه الصناعة خصوصا صناعة الوسائل البحرية الترفيهية في الإمارة وعلى صعيد إقليمي محلي. أنت تعرف أن الصناعة الإقليمية هذه ما هي محلية مقصورة على جهة محلية فقط، أنت اللي تسوي الإمارة أنها تسوي خدمات معينة تستقطب ملاك هذه الوسائل والشركات العاملة على توفير الخدمات لهذه الملاك. في ظرف تشهد المنطقة دبي عرفت أنها تتميز من حيث أنها تقديمها لهذا المنتج، منتجها هو هذه البيئة، بيئة فيها تشريع بحري يسهم أن يخلي المستثمر الخارجي لما يجي يرتاح. ويلعب وجود أعداد متزايدة من الأثرياء في المنطقة دوراً جوهرياً في دفع عجلة نمو قطاع الملاحة الترفيهية والطلب على خدماته، حيث يمتلك أثرياء الشرق الأوسط قرابة نحو 60 من أفخم 100 يخت كبير في العالم. في منطقة الشرق الأوسط، المنطقة اللي هي تعتبر بمقياس مع العالم منطقة غنية وفيها كثير من الهاي نتورث انديفيدجوالز اللي يسموهم الأفراد أصحاب الثروات المعنية، وبالتالي هما ماركت كبير لأصحاب هذه اليخوت والزوارق الفارهة إلى حد ما. وتقع دبي في طليعة أسواق الملاحة الترفيهية عالية الربحية على مستوى المنطقة والعالم، وذلك عبر احتضانها لأكبر معرض متخصص في صناعة اليخوت والقوارب، مما عزز من زخم هذا الحدث وقدرته على استقطاب استثمارات ضخمة.